قال دبلوماسيون أوروبيون إن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على 6 شخصيات عسكرية سودانية تؤجج الصراع الذي أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وقال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي إن العقوبات ستشمل 3 من قوات الدعم السريع و3 من الجيش، حيث سيتم تجميد أصولهم وفرض حظر سفر عليهم. من المتوقع يوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع مقرر هذا الشهر على فرض العقوبات، فيما وافق مسؤولو الاتحاد الأوروبي على الأسماء، لكن القائمة النهائية لا تزال عرضة للتغيير. من جانبه رجح أحد الدبلوماسيين أن الاتحاد الأوروبي يستهدف أفرادا من ذوي الرتب المتوسطة، داعيا لفرض عقوبات على مرتكبي جرائم الحرب والمسؤولين عن منع وصول المساعدات الإنسانية. في السودان أيضا اتهم مجلس السيادة قوة الدعم السريع بارتكاب مجزرة بشعة بحق المدنيين العزل في قرية ود النورة بولاية الجزيرة. وقال المجلس إن الجريمة راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين الأبرياء. ونشرت لجان مقاومة مدينة ود مدني صورا تظهر تشييع 10 القتلى في القرية، إلى جانب مقاطع توثق قيام قوات الدعم السريع باستخدام أسلحة ثقيلة تجاه القرية. واعتبر والي ولاية الجزيرة الطاهر إبراهيم أن ما تم في القرية هو جريمة حرب مكتملة الأركان من قبل الدعم السريع، داعيا المجتمع الدولي لإدانتها بدوره. قال حزب المؤتمر السوداني إن هجوم الدعم السريع على القرية أسفر عن ارتكاب مجزرة حقيقية وجريمة بشعة راح ضحيتها أكثر من 100 مدني مع عدد كبير من المصابين. وللحديث أكثر عن كل هذه التطورات ينضم إلينا من القاهرة الكاتب الصحفي السوداني الطاهر ساتي. أهلا بك أستاذ طاهر برفقتنا مع قناة الحدث. كما تابعنا في الخبر، مجلس السيادة وحزب المؤتمر السوداني يتهمون الدعم السريع بارتكاب مجزرة جديدة بحق المدنيين في قرية رد النورة، وبالمقابل يعتزم الاتحاد الأوروبي بأن يفرض عقوبات على 6 شخصيات يقال بأنهم من الصف الوسطي. أهمية مثل هذا الإجراء في ظل الظروف التي يعيشها السودان؟ نعم، صباح الخير عليكم على المشاهد الكريم. أهلا بك. وأولا نترحم على ضحايا ود النورة وكل ضحايا الحرب في السودان، ونسأل الله لهم الرحمة والمغفرة. والجريمة التي حدثت في ولاية الجزيرة بالأمس واحدة من سلسلة جرائم ميليشيا الدعم السريع، وهي امتداد للجريمة التي حدثت في الجنينة، والجريمة التي حدثت في نيالا، وفي كل ولايات السودان التي تنتشر فيها هذه الميليشيا التي تستهدف المواطن بشكل مباشر في روحه وفي ماله وفي عرضه. هذه الجريمة ليست بمستغربة على هذه الميليشيا التي تأسست وعقيدتها العسكرية قائمة على سفك الدماء وعلى النهب وعلى الاغتصاب. هذه الجريمة تشبه تماما هذه الميليشيا وتليق بها تماما، ولكن للأسف حتى الآن البيانات الصادرة حتى الآن ليست بمستوى الجريمة، خاصة من القوى السياسية، يعني بأن هناك أكثر من 100 قتيل المتهمة، وربما عدد أكبر من الجرحى. نعم حتى يعني في ظل غياب مراقبين. نعم، حتى الساعات الأخيرة من مساء أمس كان العدد يقارب 150، وهنالك الحالات كثيرة من الجرحى في حالات خطرة، يعني متوقع أن العدد يكون
تجاوز ال 150، ولكن المؤسف ان القوى السياسيه المتهمه بانها هي الحاضنه السياسيه لهذه الميليشيا ليست في مستوى الحدث، غير يعني حتى الان غير البيان الصادر عن المؤتمر السوداني لم تصدر القوى السياسيه التي تدعي الحياد اي بيان يستنكر هذه الجريمه. وكذلك ايضا حتى ولا نلوم فقط القوى السياسيه التي تدعي الحياد فقط، بل حتى على مستوى الدوله السودانيه الحكومه السودانيه ايضا اكتفت ببيان يمكن وصفه بانه بيان هزيل ولا يرتقي لحجم هذه الجريمه، في ظل غياب كامل لوزير الخارجيه السوداني، وفي ظل غياب كامل لوزير الاعلام السوداني، في ظل غياب كامل للمسمى بالمجلس السيادي غير الموجود اصلا الا في 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 وسائل الاعلام كاسم فقط، ولكن غير موجود في تغييب الدوله السودانيه يمكن سيساهم في اطاله عمد الحرب، ويساهم ايضا في مثل هذه الانتهاكات. العالم الان يريد ان يسمع ويشاهد ما يحدث في السودان، ولكن للاسف ضعف الدوله السودانيه وتغييبها بالكامل بهذا التغييب فشلت الحكومه السودانيه في ايصال هذه الجرائم كما هي للعالم الى اي مدى اليوم يعني حتى الجيش السوداني يعتبر طرف موازي للدعم السريع، خاصه عندما يقوم الاتحاد الاوروبي بفرض عقوبات على 3 من الدعم السريع و3 من قوات الجيش؟ نحن في يعني نفصل تماما القوات المسلحة عن الحكومة السودانية تماما. القوات المسلحة لا تزال في ثقة الشعب السوداني في قواتها المسلحة ثقة مطلقة، ولكن ماذا بالنسبة للمجتمع الدولي أستاذ طاهر؟ نعم نعم نعم، المجتمع المساواة نرفض تماما، نرفض الشعب السوداني يرفض تماما مساواة جيش وطني يدافع عن أرضه وعن عن شعبه بميليشيا إرهابية تمارس كل هذه الجرائم على مدار الساعة وعلى مدار اليوم. هذه المساواة مرفوضة، فإن كانت هنالك عقوبة فيجب أن تكون على الميليشيا فقط. كل دول العالم وكل مواسيق الأمم المتحدة وكل دساتير دول العالم ترفض الحركات المتمردة، فلماذا الكيل بمكيالين؟ لا توجد الآن حكومة تقبل بأن تكون في دولتها حركة متمردة تحمل السلاح ضد شعبها وضد جيشها. فالسودان دولة ذات سيادة، وهذا الجيش عمره بعمر أكبر من عمر استقلال السودان، عيش جيش عمره قارب 100 عام، فلماذا يتم مساواته مع ميليشيا إرهابية متمردة تستهدف المواطن بشكل مباشر؟ ربما لكون المجتمع الدولي اليوم هو يعني يعتبر بأن هؤلاء الستة من قبل الدعم السريع والجيش يغذون الصراع. على كل حال دائما الحديث بقية، أعذرني انتهى وقتي. أفراد الجيش المستهدفين بالعقاب يؤدون واجبهم الوطني. أفراد نعم الجيش الذين استهدفهم المجتمع يعني الدولي أو الذين استهدفهم أوروبا نعم يؤدون واجبهم الوطني، ولا يمكن أن نساويهم بميليشيا نعم إرهابية. نعم نعم. أشكر لك هذه المداخلة. من القاهرة كان معنا الكاتب الصحفي السوداني الطاهر ساتي.